هذه الأمة المؤملة تضعها النزاعات السياسية الدنيوية والأطماع التسلطية الجاهلية للعديد من الكيانات، واستخدامها لورقة الدين في صراعاتها الدنيوية، واستفادتها من التعددية المذهبية وتأجيجها للروح الطائفية في مهب الريح وطريق التمزق والتشظي والذوبان. إن السياسة الدنيوية الملعونة التي تنحرف بطبيعة الصراع من كونه صراعا بين حكومات ظالمة وشعوب مظلومة، بين مستكبرين ومستضعفين، بين من يصادر حرية الآخرين ومن يصرون على حريتهم، إلى كونه صراعا بين قومية وأخرى وطائفة وأخرى ومذهب وآخر، هذه السياسة مستعدة من أجل بقائها أن تضحي بكل وجود الأمة ومقدراتها ومقدراتها ومقدساتها وكل ما هو قومي ومذهبي، وإشباعا لنزعة التسلط والاستبداد والتفرد بالملك. سياسة تستبيح كل وسيلة قذرة في سبيل بقاء مكاسبها الدنيوية، وأن يقتل من يقتل من أبناء الأمة أيا كان، وتسيل الدماء أنهارا، وتتخلف الأمة أحقابا، ويتراجع مستواها إلى مسافات، وأن تفقد مقومات نهضتها من جديد. وهذا المفصل الحاسم من تاريخ الأمة محتاج أشد الحاجة إلى الوقوف بكل حزم من كل العقلاء والمخلصين من مختلف القوميات والمذاهب والطوائف والتوجهات التي تشكل وجودها في وجه هذا المخطط الآثم الذي ورسمته اليد المعادية للأمة والإسلام من الخارج، ويجري تنفيذه على يد القوى العاملة من أعداء الأمة وجهلتها في الداخل، قضاء على الإسلام وإنهاء لوجود الأمة. أين العقلاء؟ أين الوعاة؟ أين المخلصون للإسلام؟ أين المشفقون على الأمة؟ أين من يفهم الإسلام؟ أين من يهمه أمره؟ أين هؤلاء كلهم لينادوا بصوت واحد صارخ رافض لمخطط ضرب الأمة بعضها ببعض وإنهاء وجودها على يد أبنائها؟ اليوم يراد إنهاء وجود الأمة على يد أبنائها وبثروتها وبدماء أبنائها. اضطهاد مكشوف. الأساليب العدائية الممارسة ضد الشعب على يد الأجهزة الأمنية في تطور متصاعد وتفنن مستمر، والمثير في هذه الأساليب بدرجة أكبر كونها تنم عن حقد واستخفاف بكل مقدرات الشعب ومقدساته، ولا تقيم شيئا من وزن لحرمة من الحرمات التي يعتز بها. وفي السياق المتصاعد للأعمال العدائية المستهترة ضد الشعب، ما حصل أخيرا لعالمين جليلين من علماء البلد، هما الشيخ إبراهيم الصفا مدير حوزة الغدير، والشيخ محمد جواد الشهابي مدير حوزة الإمام الباقري عليه السلام. والشيخ محمد جواد الشهابي مدير حوزة الإمام الباقر عليه السلام من ملاحقة وتوقيف لسيارتيهما في الشارع للإبلاغ في إهانتهما والإصرار على أن يخلع الإمامة في أسلوب فظ غليظ سافر مستفز ولغة تحقير وشتم للأب والأم والطائفة
وتهديد للشخص إذا عاد للبس العمامة كما سمعت مباشرة من أحدهما. والعملية تجسد صورة علنية صارخة من الاضطهاد الديني والمذهبي الموجه، مصحوبة بلغة طائفية بغيضة من جهاز حكومي غير متستر بجريمته. ومنطلق الجريمة سياسي ومنطلق الجريمة سياسي ولا علاقة له بالتوجهات الدينية والمذهبية لأبناء الشعب، إلا ما قد يراد من بث الفتنة بين الأخوة من الطائفتين الكريمتين، وما تحمله عناصر من داخل الأجهزة الحكومية من غل في الصدور. وبرغم ذلك لا يمكن أن يخرج هذا المسلسل العدواني المتصاعد وبصورته المكشوفة عن توجيه سياسي مركزي مقصود مهما كانت دوافعه. نؤكد أن ما يجري هو استهداف طائفي واضطهاد طائفي ترتكبه السلطة والطائفة السنية، بما هي طائفة سنية بريئة منه كل البراءة. ولا ينبغي أبدا أن تتأثر الأخوة الإسلامية بين الطائفتين الكريمتين في هذا الوطن سلبا بمثل هذه السياسة العدوانية الخبيثة المفسدة.